السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انا عنصر مثلا زي الشجرة ديت عملت له سيلكت وعايز ان انا اتحكم في خاصية معينة زي الاكس والواي، مش موجود عندي الاكس والواي بشكل مباشر في الريفت، فبدخل على جير واقول له اكسبلور. طبعا انت ممكن تشوف المشروع كله او كارنت سيلكشن الحاجة اللي انت عامل لها تحديد. فهاجي هنا واروح مختار العنصر دوت واقول له الكوردينيشن، وده سيرش، وبعد كده في الداتا تيبل الاقي عندي هنا الاكس والواي بت موجوده، فممكن الكوردينيشن بتاعي ده هنا الاليفيشن. تمام، خلينا نرجع تاني للفلتر واقول له ان انا عايز ديت في الداتا سيت، اقول له الاي 6000 لا اخليها صفر، هتلاقي العنصر ده هيتنقل دلوقتي اهوت ودوت. ممكن نقول له مثلا نخليها ماينس 6000، او انا كتبتها 6000 مش مشكلة، واقول له ماينس 2000. فالحاجة تتنقل بالمقدار اللي احنا هندهوله.